بارك الله فيك يا شيخنا الكريم، والآن سينتقل اللاقط، لكن قبل ذلك نذكر بأن الصدر آية الله الصدر أو ذكر أن المخابرات الأمريكية تبحث عنه، وأن البنتاغون أقام حرب عالمية ثالثة من أجل منع خروجه، فهذه من المفارقات. تفضل أخي كريم بسارة، هذا السؤال الأخير عندك وبعد إن شاء الله نختم. تفضل أخي الكريم. طيب، عندي يعني عدد كبير من الأخوان يريدون أن يطرحوا أسئلة. أخونا أبو نصرة موجود. أخونا أبو نصرة عطني رقم واحد، بارك الله فيك. تفضل يا أخونا أبو نصرة، المايك لك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخي الكريم على تقديمي مداخلتي في مسألة المهدي وغيبته وخوفه من سطوة الخليفة العباسي. وجدنا يا إخوة في تراجمي الشيعة والسنة إنهم يذكرون مسألة قتل الشلمغاني، هذا الذي ادعى الألوهية، ومن ترجمته كذلك وجدنا أنهم أشاروا أن هنالك خلافا بين السفير الثالث الذي هو القاسم أبو القاسم الحسين بن روح وهذا الشلمغاني المقتول، بمعنى أن الخبر لم يكن يخفى على الأمة. فأنا سؤالي للشيخ، هل في طرقي نظرية الخوف أو أن العباسيين كانوا يبحثوا عن المهدي المنتظر لأجل ذلك دخل في السرداب، هل في طرقها من هذه الناحية ما يثبت كذب هذه الدعوة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن دعوة وجود السفراء هي أعظم الأدلة على كذب من يدعون وجود المهدي وأنه يراد قتله، فهي أبسط مما يتصور كثير من الناس، طالما أن هؤلاء السفراء يعلنون أمام الناس أنهم سفراء للمهدي ويأخذون من الناس الأموال ويأخذون من الناس الأسئلة ثم يرسلونها، يذهبون بها إلى المهدي ويأتون بالإجابات ويخبرون الناس أن الأموال قد وصلت. فهذه يعني أقل إنسان يستطيع أن يتابع هؤلاء السفراء، يرسل الخليفة العباسي في ذلك الوقت الذي كان يحرص على قتل المهدي، يرسل من يتبع هؤلاء السفراء سواء الأول أو الرابع أو الثاني أو الثالث، يرسل من يتابعه، يلازمه 24 ساعة. طيب، أين يذهب؟ بمن يلتقي؟ ثم يعرفون مكان المهدي ويقتلونه إذا كانوا حريصين على قتل المهدي، بل الحريص على رؤية المهدي سيفعل هذا، سيتابعهم ثم يصل إلى المهدي. ولكن هذا يدل على كذب هؤلاء القوم، وأنهم كانوا يضحكون على الناس ويقول لهم التقينا بالمهدي وأتينا بالإجابات وبالكتب المزورة التي لا توقيع فيها ولا خط ولا غير ذلك من الأمور. فأنا أقول يعني اختلاف السفراء وتنازعهم ثم دعوى أن الخليفة يريد قتله كل وغيرها، كل هذه تدل على سخافة هذه الفكرة وكذبها، ولا أنهم يضحكون على الناس وعلى جهل الناس وحمقهم كيف يقبلون مثل هذه الأمور. وإلا والله الذي لا إله إلا هو إن العاقل لا يقبل هذا، لا يقبل أن يضحك الناس عليه هكذا. ولكن كما قال النعماني، ما زال الشيعة يمنون وما زال الشيعة يعيشون بالأماني، إنهم كانوا يتمنون أن يخرج مهدي يعيد لهم مجدهم، كما يقول مجد الفرس، طيب، يعيد لهم مجدهم وينصرهم على أعدائهم، والناس يقبلون هذا ويضحك عليهم بمثل هذا الكلام الباطل. فعلى كل حال، أنا أتصور من قرأ يعني ما كتب حول هؤلاء السفراء يتبين يقينا أن قصة المهدي قصة ملفقة لا واقع لها ولا أساس، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم الجليل عثمان الخميس على هذا، على هذه الإضاءات حقيقة التي تعتبر نبراس لمن في الغرفة، ويستضيء بها أيضا من يريد إن شاء الله الوصول إلى الحق. وندعو الله عز وجل أن يفتح على قلوب وعقول ضيوفنا الشيعة وأن يبصرهم بالحق، ونحن ولله الحمد في هذه الغرفة الكريمة وبلسان الأحبة على رأسهم المشائخ الكرام، لا نريد لهم إلا الهداية ولا نريد لهم إلا طريق الجنة لا أكثر ولا أقل، ونريد أن نبين لهم أن هناك طريق يقف على رأسه هؤلاء المراجع يدعونهم إلى النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم
وأن يبصرهم بالحق. الآن لا ننسى أن الكلمة الآن نختم بها مع شيخنا الجليل الدكتور محمد البراك، نريد أن نسمع منه أيضا بعد أن سمعنا من شيخنا الكريم عثمان الخميس، فليتفضل بارك الله فيه وحياكم الله جميعا أيها الأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكر فضيلة الشيخ عثمان خميس لاستجابة الدعوة، وكذلك الأخوة الفضلاء من مشرفي غرفة منهاج السنة وغيره ممن حضروا هذا اللقاء، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تتكرر اللقاءات المفيدة والنافعة التي نحن الحقيقة بحاجة إليها يعني طرح بعض المسائل والفوائد. وأيضا يعني نعتذر من الأخوة عن الاستمرار في هذا اللقاء رغم أن الإلحاح يعني منهم لأن يطرحوا المزيد من الأسئلة، ولكن الوقت أقول لا يسمح بذلك. ولكن أيضا أنا أطلب باسم الأخوة جميعا مشرفي غرفة منهاج السنة السرداب، نطلب منهم من الشيخ عثمان أن يعدنا بدرس أسبوعي في هذه الغرفة، فالأخوة الحقيقة بحاجة ماسة جدا إلى هذا الدرس من الشيخ عثمان، وأنا أتوقع بإذن الله عز وجل أنه لن يرفض الطلب، خصوصا إن كان عنده من الوقت ما يسمح. وأظن هذا قول لسان حال الجميع، يعني الأخوة جميعا كلهم يؤيدونني في هذا الطلب، فلذلك سنحاول مع الشيخ بإذن الله عز وجل أن يعدنا بدرس أسبوعي لكي يستفيد الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق والسداد. ويعني أيضا كتب لي الأخ أن الأخ أبو أحمد له كلمة، فلذلك أقول يعني الوقت الحقيقة ضيق جدا، ولكن يعني نسمع من الأخ أبو أحمد يعني هذه الكلمة القصيرة التي في ختام هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. حياك الله شيخ محمد، حيا الله شيخ عثمان، نرحب بكم في غرفة السرداب منهاج السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. والله حقيقة كلمة قصيرة إن شاء الله دون الإطالة. الشيخ عثمان بارك الله فيك، كما تكلم شيخنا محمد بارك الله في أن يدفعوا طلبة العلم أيضا ضريبة الزكاة، وهي الله وفقكم سبحانه وتعالى بالعلم، فلا تبخلوا على إخوانكم أن تكونوا أقل شيء يعني يوم في الأسبوع حتى يستفيد الأخوة منكم. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. وإذا كان في الإمكان يعني الشيخ يعني حتى 5 دقائق لو يلقي نظرة على ما يحصل الآن في إيران سريعا كهكذا، أنا هذا الذي أرجوه من الشيخ. والشيء الثاني، أرى أن هناك تطورات أيضا، رأينا في التلفاز بالنسبة ما يختص في مناسبة عاشوراء، وهذا فعلا لفت نظري أن الأتراك لاحظوا أن في عاشوراء الضرب بالسيوف والسلاسل يهدر الدماء، ف يعني فكروا في تفكير جيد، فضلا أن يضربوا أنفسهم بدأوا يتبرعوا بالدم، وهذه أرى خطوة جيدة لعلهم إن شاء الله يأتي يوم من الأيام أنهم لا يضربوا ولا يسفكوا دماءهم، فإن شاء الله يلقي لنا بس ولو 5 دقائق الشيخ عن هذا الموضوع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.